السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بحل نموذج في مادة الفرنسية. إذا سنبدأ على بركة الله. هذا النموذج سيكون مرشح بقوة للسنة الثالثة ابتدائي في الثلاثي الأول. سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Premier exercice 1. Mettez les mots en ordre pour obtenir une phrase correcte. يعني رتب هذه الكلمات من أجل تكوين جملة صحيحة. إذن عندي هنا أمي، ميمي، أ، أون. أمي معناها صديقتي، ميمي هو اسم بنت، أ سي لوكسيليار أفواغ، أون نستعملوها للتعريف. إذن راح نمدلكم ملاحظة فقط يا تلاميذ، انظروا الأ مينيسكول، الأم ماجيسكول، أ مينيسكول، أو مينيسكول. وحنا لافخاز تاعنا ديما باه تبدا، الجملة تاعنا ديما باه تبدا بالماجيسكول. الوغ راح نبدا بميمي. ميمي راح نكتبها اون كورسيف. جو كومونس باغ لو ماجيسكول اي جو تيرمين باغ لو بوان. راح نبدا بميمي ونكتب الحرف الاول ماجيسكول، ام ماجيسكول. ميمي ميمي نكتب ا Mimi a une amie. Mimi a une amie. Mimi a une amie. Mimi sadiqati. Et je termine par le point. Deuxième exercice. De entourer la syllabe. هنا عندي هذا التابلو. هنا عندي les syllabes ou هنا عندي les mots. Alors j'entoure. Je m'en rends j'entoure, ya salamid. Zayed, et dans j'entoure, je vais mettre dans la daïra. Do, do, ri. عندي الكلمة الأولى. عندي هنا الكلمة الأولى. Tomate. Tomate. Très bien. Alors, هذا هو syllabe تاعي. Et dans نشوف هنا. و ندير دائرة على le mot. Très bien. هنا عندي do, domino. Do. Domino, très bien. هنا عندي ri, ri, cerise, cerise. هنا عندي طماط, طماطم. Domino, هو الدومينو اللي نلعبو به في المقاي إلى آخره. هنا عندي cerise اللي هو حب الملوك. Troisième exercice, colorer, colorer le bleu, le rouge, le vert. Alors هنا رايح نلون هاد لي بول. Le bleu. وش هو لو بلو يا تلاميذ؟ جيد. اذا هو الازرق. لو بلو هو الازرق. اذا نجيب الالوان تاعي. اذا تلميذ سنه ثالثه ابتدائي ديو معكم الالوان للقسم. اذا لو بلو ما تنساوش الالوان باسكو قادر يجيكم السوجي على لي كولور. لو بلو زيدوا يا تلاميذ. دوزيام كولور هو لو روج. Alors, je colore la bulle. Très bien. Troisième couleur, le vert. Le vert. Le vert. Quatrième exercice, complété avec un ou une. On dirait un talamide. Un est le mudakkar ou une est le mu'annath. الكلمات اللي يبداو ب ان ما يخلصوش بال او، والكلمات اللي يبداو بال اون يخلصو بال او. الوغ رانا في الفيمينا هنا، هنا ال اون رانا في الفيمينا و ان رانا في الماسكولان. الوغ هنا عندي غاز، غاز، غاز. هنا الكلمة هادي تخلص بال او. غاز نحط هنا اون، اون غاز. روبيني، روبيني هنا تخلص بالتي. روبيني، ان روبيني. فاش، بقرة. فاش، اون فاش، اون فاش. تري بيان. الوغ ان الكلمات اللي ما يخلصوش بالاو، والاون هما الكلمات اللي يخلصوا بالاو. سانكيام اكزارسيس كومبليتي افيك ايل، ال. ايل معناها هو، و ال معناها هي. ليا غوغارد لا تيلي. Léa regarde la télé. Amine est mon ami. Alors, Léa, c'est un nom de ouflant.
نحطه هنايا ال سي ان برونون بيرسونيل ال امينه اي مون امي امينه سي ان سوجي alors je change le sujet par un pronom personnel il Lia regarde la télé je change le sujet par un pronom personnel elle Amine je change le sujet par un pronom personnel il sixième question complétez avec le ou la ou les le هي تاع مذكر و ال و لا pardon هي تاع المؤنث و لي هي تاع الجمع le تاع الماسكولان و لا تاع الفيمينان و لي تاع البلوريال راح نبداو بإليف لاحظوا بلي كلمة إليف باه تخلص يا تلاميذ تخلص بالاس الوغ لي مو لي خلصوا بالاس هما كامل في البلوريال يعني نتوما مطالبين فقط باللي مو اللي يكونوا سامبل راح نمدو لكم لي مو فقط اللي يكونوا في البلوريال اللي يكونوا يخلصوا بالاس وهما في البلوريال زيلاف راح نكتب هنا لي زيلاف لي زيلاف تورتو تورتو هي السلحفات تورتي تورتي هنا لاحظوا بلي تخلص بالاو قلنا المؤنث ديما يخلص بالاو تري بيان لا تورتي لا تورتو لي لي هو السرير لو لي لو لي لتوضيح اكثر وقتها تحطوا لي لي تحطوها كي تكون الكلمه تاعكم تخلص بالاس ولا تحطوها كي تكون الكلمه تاعكم تخلص بالاو ولو تحطوها كي تكون الكلمه تاعكم ما تخلص لا بالاس لا بالاو يعني تخلص بحرف واحد اخر بحرف اخر لي زيلاف التلاميذ لا تورتو السلحفات لو لي السرير سيتيام كيستيون Écrivez en cursive. Écrivez en cursive. Nadia est mon amie. Nadia, ça dit Kati. Alors, toujours l'écriture en cursive. Je commence par le majuscule. J'écris N majuscule. A minuscule. N minuscule. E minuscule. A minuscule. يا امهات اللي راكم تتبعوا فيا الان ديما تطلع 3 انترليني تطلع 3 سطور 3 اسطر ثلاثه اسطر 1 2 3 الأ مينيسكول تطلع 1 انترليني الان 1 انترليني الاي 1 انترليني والا 1 انترليني يعني ما تفوتش سطر لكن الماجيسكول برسك توجور يوصلوا ل 3 انترليني اذا تقيد التلميذ بالخطوط هذه وبالتنظيم هذا راح يتحصل على النقطه الكامله في الكتابه راح نكتب اي اي الاو تطلع ان انترليني الاس كيف كيف ان انترليني والتي راح تطلع برسك دو انترليني ام مينيسكول ام هاهي راح نكتب ام مينيسكول الاو والان ناديا اي مون امي ا ام اي او ناديا Et mon ami, A M I E. Et je termine par le point. لازم تحطوا le point يا تلاميذ. إذا ما حطيتوش هنا le point راح تخسروا النقاط. نادية et mon ami. في التصحيح راح يحاسبكم على ثلاث حوايج. في التصحيح تاع الكريتور اون كورسيف راح يحاسبكم على ثلاث حوايج. لازم تكتبوا الحرف الأول ماجيسكول ولازم تخلصوا بالنقطة. لازم تكتبوا تتقيدوا بالانترليني معناها اللي تطلع 3 ديروها 3 اللي تطلع 1 انترليني ديروها 1 انترليني وايضا اذا كتبتوا الدي صحيحه والاي صحيحه الام انظروا الام هنا كيفاه والكورسيف تاعها كيفاه اذا تقيدتوا بهذه راح تديوا العلامه الكامله في ليكريتور ان كورسيف راح تكون على 2 بوين يا تلاميذ اذا هنا دي جيكري دي ناديا هذا يا تلاميذ كذلك الامهات والاباء اللي راهم يتبعوا فينا نكونوا حلينا نموذج فرنسيه للفصل الاول للسنه الثالثه ابتدائي الجيل الثاني اذا اعجبكم الفيديو واردتم وصول نماذج اخرى في جميع المواد حاولوا الاشتراك في القناه واتركوا اي استفسار في تعليق والى فيديوهات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته